السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر مرة عملنا كفر للشاشة، ففي متابعة لينا على القناة بعتت لي في التعليقات، قالت لي ان هي عايزة كفر للايه، للفلتر بتاع المية. انا فكيت الفلتر بتاعي اهوت علشان اعمل لها عليه الفيديو، بس يا ريت طبعا تتابعونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه انا فكيت، انا الفلتر بتاعي 3 شمعات، الفلتر معاكو 3 شمعات، وفكيت اهي اول ايه دي الشمعه التانية، جبت واحده يعني منهم والاتنين التانيين ايه موجودين بره. فانا عشان هعمل كفر لدي متحرك وهعمل كفر برضو لدي. يلا بينا بقى نبتدي على بركه الله. اول حاجه هنقول عليها اللي هي الخامات. اول حاجه هنحتاج قماش فرد حوالي نص متر، ده كان بواقي عندي برضو، ده اللي ساعدني ان انا لسه هي معلقه لي في تعليقات امبارح، فانا موجود عندي الفرو يعني في البيت. ومقص جبير هستخدمه برضو، هعمله ايه ككنار عليه كده. هو ممكن ان احنا نستغنى عن الحاجتين الاثنين دول، عن الجبير وعن التول، بس هما متوفرين عندي، فانا هعملهم ايه على الفرو يديله برضو ايه منظر شيك. ده الحاجات دي هستخدمها في الاخر خالص، فمش هستخدمها دلوقتي خالص معايا. اول حاجه بقى هعمل هقيس القاعده بتاعه الفلتر. تمام كده معايا؟ جبت انا اهوت قطعه فرو معايا اهيت، هنقص عليها القاعده بتاعه الكولدير عشان ايه ما نهدرش قوي، وهاخد داير ما يدور بقى ايه عليه عشان هقص عليها، هعملها انا دوران. طبعا القص الفلتر سواء 3 شمعة او 4 او 5 اللي هي 5 مراحل ما بتفرقش عادي خالص، هو نفس القص بالظبط. هنقص بقى وانا باخد العلام بسيب حوالي من نص سنتي لسنتي عشان الايه التقفيل معايا وعشان ما يجيش معايا ضيق. كده هو جبت الزياده وادي القاعده بتاعه الفلتر هتبقى معايا بالنظام ده. معلش الفرو يبرم معايا. كده القاعده معايا اهي، دورانات متاخده اهي، الدورانات معايا. هجيب بقى قطعه قماشه قطعة واحدة وهوصلها، هاخدها بالارتفاع او السقوط معايا ده هو، وهمشي بها ايه في الخياطة هنا كده على الدورانات عشان تقفل معايا الشكل الايه التلات دورانات. جبت قطعة فرو اهيت، هاخد بقى السقوط بتاعي كده اهو، طبعا هزود برضو حوالي سنتي اهو معايا، هخليه بفوق كده اهو تمام، وهاخد اهو العلم بتاعي القطعة معايا اهي، وهاخد فورد علام وهقصها طولي. تمام كده اهي هتبقى بالنظام ده كده، هقفلها بقى على المكنه اهي داير ما يدور كده، هتديني الدوران بتاعي. هقص كمان شريحه زيها وهوصلهم ببعضي. قطعت كده اهو كمان اهي زيها، بقوا قطعتين اتنين اهوت، وطبعا هنا هيبقى في فاصل، هوصلها بس من اهو كده اهوت من فوق علشان الحنفيه بتاعه الفلتر من هنا، هوصل من فوق من هنا كده اهوت بس. تمام، المفروض ان انا هقفل بقى داير ما يدور كده من الناحيتين الاثنين، من الناحيه دي كده ومن الناحيه
دي كده كده خلاص احنا خلصنا من الايه، من قص القاعده بتاعه الايه الفلتر. هنا بقى من هنا وانا بخيط هركب ايه بقى اللي انا قلت لكم عليه، الجبير وايه والدانتيل. انا ممكن اركب الدانتيل او ممكن اركب الجبير او ممكن اركب الاثنين مع بعض، وممكن كمان ما اركبهمش خالص، كل واحد على حسب الامكانيات اللي ايه اللي موجوده عنده. تمام كده احنا خلصنا اهوت بقى من ايه، من قص القاعده بتاعه الفلتر. هنيجي بقى للشمعه نفسها. الشمعه معايا ايه، هقص ثلاث قطع بالنظام ده كده، لان هم عندي ايه ثلاث شمعات. هلف القماشه كده على الشمعه واخد المقاس، وبعد كده ايه هاخد مقاس الطول ده كده لوحده، وبعد كده هاخد مقاس الدايره من هنا كده لوحدها برضه. تمام اول حاجه اهوت هاخد علام، هقص ثلاث قطع على نفس المقاس بالظبط، هسويها بقى كده مع ايه بعضيها واقسمها على اتنين، هتديني مقاس اتنين، واقص عليها كمان واحدة تالتة كده. بقى معايا مقاس شمعتين اتنين، الدوران بتاعهم اهوت او الاسطوانة بتاعتي اهي، وهقفلها على كده. هاجي من هنا بقى كده اهي، هقص قطعه دايره لوحدها، وبعد كده هقفل عليها وماشي الايه الشمع كده اتنين، هقص كمان واحد معايا كده اهوت مقاس التلات شمعات، يبقى كده برضو مقاس التلات الدورانات بتاعت الايه الشمع او الاسطوانه. هاجي بقى اقيس ده، هجيب قطعة قماشة واقسمها على تلاتة، لان انا عندي تلات شمعات اهو كده على تلاتة اهو، واعملها كده واخد العلام بتاعي، وهسيب برضو حوالي نص سنتي عشان التقفيل كده. اخدت التلاتة اهمت، هقص بقى الدايرة بتاعتي اظبط بقى انا بس الدوران كده بتاعي كده التلاتة اهمت. طبعا انا مزودة السنتي علشان ايه التقفيل بتاعي. اول حاجة هبتدي بيها القاعدة بتاعت الفلتر، معايا القطعتين اهمت الشريحتين اللي احنا قلنا عليهم طوال، اول حاجة هنوصلهم ببعض كده. وصلناهم اهوت ببعض، بعد كده هنقفلهم بقى ايه على الدايره داير ميلوف. هنحط القطعه اللي هي بتاعت القاعده اللي هي الدورانات اهي تحت الدواسه، وبعد كده هناخد الشرايح اللي احنا وصلناها ببعضيها وهنمشي بقى على الدوران واحده واحده كده خالص. لازم نشوف الدوران بتاعنا ماشي ازاي وهنمشي عليه واحدة واحدة. كده انا خلصت الدوران معايا هو الداير ما يدور، وتبت عليه من هنا، من هنا مش هقفلها ليه؟ لان انا عندي هنا الحنفية اللي بينزل منها المية بتاع الايه الفلتر. وانا بلف انا في اول الفيديو نسيت ان انا اقول لكم ان انا هستخدم معايا الاستك المطاط علشان هو اللي هيحبك على القاعده نفسها. تمام فمعلش يعني معذره ليكم ان انا نسيت ايه اقوله في الحاجات اللي انا هستخدمها. ده استك معايا اهوت كان عندي موجود، هعملها بقى كده علشان الفتحه دي من هنا كده هو ده اللي وانا هوريها لكم على الطبيعه هو اللي هيبان منها الايه الحنفيه اللي بينزل منها الميه بتاعه الفلتر.
زي ما احنا شايفين اهوت، انا قفلته داير ما يدور. هاجي بقى من هنا كده وهركب الجوبير بتاعي. انا ممكن كنت اركبه قبل ما اقفل، احطه ما بينه وما بين بعضهم، بس انا عايزه الجوبير من هنا كده الحرف بتاعه يبان. هشوف الوش بتاع الجوبير اهوت، هعملها عليها كده. بحيث ان انا الفروه هيتلف داير ما يدور على القعده، والجبال هو اللي هيبقى باين ايه معايا من بره. همشي برده على الدوران اهوت معايا، وبحيث ان انا ما يبقاش باين عندي اي وصلات موصلاها، وهيدي برده ايه شكل حلو. افرد الفرو برضو بتاعي لانه برضو بيبرم معايا اهوت تحت الدواسه. هنا اهوت بقى انتهينا من خياطه الجوبير. هاجي بقى على الحرف من هنا بقى كده ايه، وهركب الاستك. هسيب بقى قطعه هنا كده علشان بحيث ان انا هوصلها بايه بهنا كده. هثبت الفرو عادي جدا، وده اللي هشده اهو. كده انتهينا اهوت من الخياطة اهو زي ما انتم شايفين، وادى الجبيرة اهوت. ودي الفتحة اللي انا قلت لكم عليها هتفضل زي ما هي. انا قفلتها من هنا اهيت، مش مهم يعني، انا قفلتها من هنا عشان بحيث ان انا اعدي الحنفية وبعد كده هغطي عليها ما يبقاش باين فيها ايه اي حاجة. وادى الوش بتاعه اهوت على ما نعمل بقى الايه الشمعة، الكفر بتاع الشمعة اهو. هقفل كده ايه ده على ده كده الاول تمام. هقفل الثلاثة كده بنفس النظام، نقفلهم مرة واحدة، وبعد كده نبقى ايه نركب الدوائر اللي هي القاعده من تحت. قفلتها طول يعني، قفلتها بالطول. دي الثانيه، الثالثه بقى كده التلاته قفلتهم. هناخد بقى اول قطعه مع اول ايه دايره، وهنقفلها كده داير ما يدور اهو، الوش على الوش، وهقفلها داير ما يدور كده. مش همط معايا الفرو لان الفرو فيه مطه جامده، هنسيب القماشه ايه براحتها خالص. هنقلبها بقى ده شكل الاسطوانه معايا. من هنا بقى كده هركب الايه الاستك. هذا الاستك معانا اهو. شد الاستك جامد، والقماشه هي اللي زي ما هي. كده الاستك اهو اتركبته وقلبتها، ودي الدايره بتاعتنا
معانا. هخلص الاثنين التانيين وارجع لكم برضو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. كده التلاتة هما اتخلصتهم اهو، اساتد من تحت، وده الدايرة اهيت بتاعتنا. يلا بينا بقى نركب الفلتر اهو. دي اول شمعة، تاني شمعة، الاستك طبعا زانق لان ايه عاملاه على القلب. ده كده الثلاث شمعين. هنيجي بقى للقعدة. نيجي بقى للقعدة اهيت. اول حاجة اللي انا اتكلمت فيها اللي هي الفتحة دي هعملها كده اهو، اهي شايفين عدت منها اهيت، وبعد كده هبركب باقي الكوبري. اظبط بقى الكفر كده وارجع لكم. ده شكله اهوت، وهو القاعدة هي اللي تحت، وده الشمع بتاعه اهو زي ما انتم شايفين اهو، والاستك بتاعه جامد جدا. ده لو الفلتر عاملينه عكسي. نقلبه بقى ونشوفه ايه بالشكل التاني. ده الشكل النهائي اهوت بتاعه، وهو مقلوب لو هو هيتعلق بمسامير من هنا كده. وان شاء الله باذن الله هنجهزها له. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.